السلام عليكم. اليوم ان شاء الله احنا مشينا للغابة عاوتاني، كل سبت ولا حد في السيمانة كنخرج الوليدات للغابة، اللي كتكون الوقت نهار مشمش وزوين، ما كاينش البرد ما كاينش الشتاء، كنخرجوا صايبوا الغديوة ديالنا، الدراري كيلعبوا مزيان، هادشي كامل على ود الدراري كيلقاو فين يلعبوا فين يتساراو. طاجين بالقوق والفول والقرعه، بسباس، الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء، القرعه، المهم طاجين. طلعوا الاخر طقني، يلا حطيناهم دابا. القوق طاجين، طلع لي القوق في راسه. طاجين الاخر تا هو فيه القوق. كاين طاجين ديال الدجاج وطاجين باللحم. هذا عرفت فين هو الطاجين اللي باللحم. واحد ديال البقري، واحد ديال الغلمي، واحد ديال الدجاج. يمكن نغطي لك النعناع ابراهيم. ها بحال بحال باقي حتى واحد ما صافي. هادشي طاب، بيني 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 شي طاجين بيني. الطاجين ولا تيتحرك. القوق ما بقاش القوق داب سهل. هنشوف الاخر، الدنجال مشوي عاد محطوط فوق الطاجين. الدراري الصغار هذا ديما عندي هاد المشكلة ديال شد التليفون. تبارك الله، شي بنا تبارك الله. بنا يا عمو ديال من هذاك ديالي حطه. لا هذا لا، داكشي اللي فهمت لا هاك صاف. يا العصر كيود نعرف التليفون.
سالينا كنجمعوا القراعي والاسباب. هادي راه كيجيو ل الحقيقة هادشي راه كتاكلو الغلم راه كاين الغلم. تجمع الميكا والحاجة اللي راعي. أما الطبيعة ماشي تاكلو الغلم، مزيان الشجرة. دفن دفن هادشي اللي كان حفرة صار نقية.